النهاردة ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الأسمر الفنان علي الكسار، أشهر وجه نوبي ظهر في السينما العربية. ملك الإفيهات الكوميدية اللي خلته يتفوق على غيره من أبناء جيله، ليه عدد كبير جدا من الأعمال المميزة اللي لسه حاضرة في أذهان كل المصريين. مين مننا ينسى أعمال زي سلفني 3 جنيه، علي بابا والأربعين حرامي، أدم الخير، وأفلام كتيرة جدا هي علامات في مسيرة السينما المصرية. تعالوا نشوف مع حضراتكم أبرز المحطات في حياة الراحل الكبير علي الكسار. تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الأسمر الفنان الراحل علي الكسار، صاحب الإفيهات الكوميدية التي جعلته يتفوق على غيره من أبناء جيله، فقد كان واحداً من أعلى الأجور في السينما المصرية ومنافساً لكبار نجوم الوطن العربي وعلى رأسهم نجيب الريحاني. ولد الفنان علي الكسار في 13 من شهر يوليو عام 1887 في حي السيدة زينب بمدينة القاهرة، واسمه الحقيقي هو خليل سالم إبراهيم، لكنه اتخذ من اسم جده لوالدته اسمه الفني الذي اشتهر به، فقد كانت والدته تدعى زينب علي الكسار. عمل في بداية حياته في مهنة السروجي وهي مهنة والده، لكنه لم يستطع أن يستمر بها، فعمل في مجال الطهي مع خاله، وأثناء تلك الفترة اختلط بالنوبيين وأتقن لهجتهم، وكانت بداية ظهوره على الشاشة من خلال فيلم قصير عام 1920. عمل الفنان علي الكسار على تكوين أول فرقة مسرحية في شارع عماد الدين، وأطلق على نفسه لقب البربري المصري، من هنا كانت شهرته الواسعة. وحقق علي الكسار نجاحاً كبيراً خاصة عندما اتجه إلى السينما، كما قدم العديد من العروض المسرحية، لكن السينما كانت خطوة كبيرة في حياته زادته شهرة وشعبية كبيرة، واشتهر كثيراً من خلال فيلم سلفني 3 جنيه الذي تم عرضه في عام 1939. قدم الفنان المصري الراحل علي الكسار أكثر من 40 فيلماً خلال مسيرته الفنية، كما أنه قدم العديد من العروض المسرحية، ولكن مع بزوغ نجم الفنان إسماعيل ياسين وغيره من نجوم تلك الفترة تراجعت نجومية الكسار، ليرحل عن عالمنا في 15 من شهر يناير عام 1957 عن عمر ناهز 70 عاماً، قدم فيها العديد من الأعمال الكوميدية التي أضحك بها الملايين من جمهوره.